مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم علامات تدل على إصابتك بحموضة المهبل. تصاب بعض النساء بمشاكل في الجهاز التناسلي نتيجة لقلة النظافة الشخصية أو الاعتناء بشكل خاطئ، ولعل أبرزها حموضة المهبل. إذ تعمل حموضة المهبل على القضاء على الجراثيم وإضعافها، وزيادة الحموضة في المهبل تسبب رفضه للحيوانات الذكرية وإعاقة وصولها إلى البويضة، وبالتالي عدم حدوث الحمل. وتسبب أيضا هذه الزيادة في نمو البكتيريا وحدوث الالتهابات. تختلف درجة حموضة المهبل من سيدة لأخرى، إلا أن أسباب زيادتها مشتركة بين جميع النساء، كالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، الإصابة بالالتهابات، تناول بعض الأدوية، وكثرة الغسل، أي تنظيف وتطهير المهبل باستخدام مواد معينة، وذلك بهدف القضاء على الرائحة الغير المرغوبة. هناك أعراض يمكن للمرأة استدلال منها على ارتفاع حموضة المهبل، وأبرزها زيادة الإفرازات. أيضا تكرار الإصابة بالالتهابات كل مرة، الشعور بألم أثناء ممارسة العلاقة، الحكة، والشعور بالحرقان أثناء التبول. ويجب على المرأة مراجعة الطبيب على الفور عند ظهور أي من هذه الأعراض، لأن إهمال العلاج قد يزيد من خطر الإصابة ببعض المضاعفات، وتؤدي بدورها إلى حدوث مشاكل في الإنجاب مثل انسداد قناة فالوب، والذي بدوره يتسبب في تأخر الحمل والإضرار بصحة الرحم.